دابا راه ما خلانا نبيعوا والو، داو لينا الطبله، داو لينا الميزان، بغاو يعاونونا حتى راه بغاونا نرجعوا للحباسات ونقلعوا من المنتج عاوتاني ندورو، هادشي اللي كاين. كنجيو كنتسترو هنا باش ما نمشيوش للحباسات، وتا هنا راه غنمشيو للحباسات، راه يفوت رمضان راه ما بقى والو هنا، يفوت رمضان قال لك كلشي يجمع، فين غنمشيو؟ رئيس الحكومة العثماني دعيتو الله ياخذ فيه الحق، هادشي اللي نقول لك انايا. شنو هي الاجواء ديالك في رمضان وكيفاش كتشوف يعني الحالة ديالك انت كانسان يعني كشاب طموح، علاش ما ديرش مشروع كبير او لا نشوفوك يعني داير شي مشروع كبير بحال هكذا وجيتي للشارع العام وكتبيع يعني الخضار وكتبيع مرة كنشوف انا مرة كتبيع الخضرة مرة كتبيع الحوت مرة كتبيع الميكا. دابا راه ما خلانا نبيع والو، داو لينا الطبلة، داو لينا الميزان، داو لينا كلشي الكروسة، ما خلاونا حتى حاجة. زعما قلنا حنا نجمعوا ريوسنا ندخلوا مع السويقة ورمضان ونديو الرضا للوالدين ديال الناس، هادو ما بغاونا نديروا حتى حاجة، داو لينا كلشي. شوف اش مفرشوا فرشا فهادشي، يلا دخلنا عليك بالله. شنو هادو بغاو يعاونونا حتى راه بغاونا نرجعوا للحباسات نبقاو نبيعوا في المنتج عاوتاني وندورو، هادشي اللي كاين. هاد الناس هادو هما اللي خارجين بالعربية، حتى عرفت هاد البلاد هادي ولا هاد السويقة ما مقادة فيها حتى حاجة. يعني انت كتبيع هاد الخضر شحال كدي مثلا في مرة 1000 ريال، مرة 600، مرة 400، مرة 1600، كل مرة حنايا غاديين معاه، ولكن هاد الناس هرسونا بالعربية تعرف، راه ما كنصورو والو، راه كنجيو كنتسترو هنا باش ما نمشيوش للحباسات، وتا هنا راه غنمشيو للحباسات، راه يفوت رمضان راه ما بقى والو هنا، يفوت رمضان قال لك كلشي يجمع، وفين غنمشيو؟ يلا قول لي فين نمشيو؟ نمشي نهزو عاوتاني المونتي في الطريفات والمحية وندورو عاوتاني للحباسات، هذيك هي اللي فيها، ما كاينش شي حاجة أخرى، ما كاينش البديل في هاد البلاد هادي، السويقة راه حيدوها لينا. راه قال لك يفوت رمضان جمعوا، راه قال لك يفوت رمضان ما بقاش مازال تحت شي حاجه، وفين غنمشيو؟ فين غنمشيو؟ قال لك غنديروا لكم السويقه، فين هاد السويقه؟ هما سدوا هنايا، هما سدوا هنا، غيديروا المشاريع ديالهم، وحنايا والله دير الحبس، حنا راه عندنا البلاصه ديالنا هي اي تملول، هذيك هي اللي ديالنا. واخا الرساله ديالك للشباب دابا يعني الرساله ماشي الشباب، رساله للسلطه والبلديه والحكومه والعماله، هما يشوفوا من حال الدرويش ويشوفوا من حالنا حنا راه طبنا، راه البارح مقاتلين معاهم بالليل، والبارح داو لينا عاوتاني السلعه، داو لي السلعه، داو لي راس المال والفضل وكلشي داو البارح، اليوم راه صباح عباد الله اللي كل واحد عاطيني صندوق، هذا صندوق قال لي ترزق، ولا اله الا محمد رسول هذا الشيء، راه المنكر هذا، راه المنكر ما دايرها الدوله وما دايرها الحكومه، نيشان واللي باغي يطرى يطرى، لا اله الا محمد. شنو كتقول في رئيس الحكومه اليوم؟ رئيس الحكومه العثماني دعيتو الله ياخذ فيه الحق، هذا الشيء اللي نقول لك انايا، هذاك هو اللي خارج على هذا الشيء.